السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى في جانب توثيق الصلاة مع الناس وتتبع مطالبهم وتحقيق مآربهم، أرشد إلى قيمة جميلة ومنزلة سامقة، ألا وهي التعاون على البر والتقوى. فها هو سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فخدمة الناس أمر حيوي ومطلب ضروري يحتاج إليه كل الناس، لأنك بمثل ما تعطي الناس سيأتي زمان يعطونك عندما تكون محتاجا. فلنتعاون مع بعضنا البعض. فقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا: أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى الذي سأل أن يعينه الله عز وجل بأخيه هارون، حيث قال: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فكان الجواب كما قال الله تعالى في سورة القصص: قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. إذن علينا أن نحيي هذا الجانب العظيم وهذه الخصلة والميزة الهامة، ألا وهي ميزة التعاون على البر والتقوى. شكرا لكم من مدينة يريفان عاصمة جمهورية أرمينيا.